الأصل أن الميت يكفن في ثلاث قطع كبيرة، الآن أصبحنا نكفن في قطعة واحدة فقط لأجل توفير المواد الخام التي تكفي لتجهيز هذا العدد الكبير والسيل الجارف من الجثث. كمية الأكفان متوفرة نفذت، وحاولنا استغثنا بجهات معينة أمدونا ببعض الأكفان. حالة الجثث التي تصلنا في من الشهداء حالة صعبة جدا، أشلاء مقطعة، جماجم مكسرة، جماجم مفرغة، أطفال، أشلاء أطفال صغار، مناظر يتقطع لها القلب، لم نتعود على رؤية هذه المناظر من قبل، قلوبنا تتقطع.